ورجعنا لكم تاني. وموضوعنا النهارده انا شايفاه موضوع مهم جدا 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 لكل سيده حامل. دايما ستات وقت الحمل اول ما بيعرفوا انهم حامل بينسوا اي حاجه لنفسهم، بينسوا شعرهم، بينسوا بشرتهم، بينسوا جسمهم، بينسوا العنايه بنفسهم. الفكره اللي بيحصل ان بعد ما بتولدوا بيس عندكم مشاكل كتيره جدا، وبنخش في اكتئاب، على الرغم ان احنا التسع اشهر دي لو كنا اعتنينا كنا وفرنا علينا مشاكل كتيرة جدا. النهارده هنتكلم على الحاجات اللي ممكن تحصل لأي ست حامل من الناحية الجمالية، الوقاية والعناية، مش هنقول معالجة، العناية في وقتها. ضيفتي النهارده هي مدام نبال جبر، رئيس مجلس إدارة سيبال سبا. مساء الخير ومنوراني مدام نبال. أهلا بيكي. أولا أنا مدام نبال هي اللي اختارت التوبيك ده وأنا بشكرك عليه، لأن فعلا توبيك في محله. وليه بقى مدام نبال؟ ليه الست اول ما بتحمل بحس كده ان هي لو عندها شويه كريمات تحطهم في صندوق والعنايه في صندوق تاني انا حامل؟ خليني مش هرد رد تقليدي يعني زي كل الردود اللي بتترد، بس هحكي قصه حصلت معانا من الواقع. يعني ان احنا بنعمل متابعه دايما في الاسبوع لكل العملاء بتوعنا اللي بيجونا. فكان في عميلة بقالها فترة مش بتجينا، فسألناها ايه السبب، فقالت ان انا حامل. فكان الاستغراب، قلنا لها ليه، ايه المشكلة ان انت حامل يعني؟ فقالت انها ما ينفعش ان انا اجي الاسبوع. فقلنا لها ليه، فقالت ان انا ازاي اجي وانا حامل. قلنا لها دي اكتر فترة تقريبا انت محتاجانا فيها، وده دور سيبال دلوقتي معاكي اكتر من اي وقت تاني. فكانت عندها دهشة قوية جدا ان ازاي ابقى حامل واجي السبا، والمعروف دايما واللي احنا اتعلمناه من اجدادنا وامهاتنا ان انا حامل يعني اكل، يعني ما اتحركش، يعني اتخن، يعني هو ده المفيد للبيبي بتاعي، يعني ما فيش اي حاجة بعملها غير كده. مع ان المفروض ان الفترة دي فترة من أجمل الفترات اللي أي ست ممكن تعيشها وتقضيها ويبقى ليها ذكريات خاصة جدا عندنا، وهنا بيجي التدخل بتاعنا. فإزاي إن إحنا نقدر نوصل ده لكل حامل، وقدرنا فعلا من خلال المكالمة دي إن العميلة تاخد قرار فعلا إنها تيجي الاسبا، ونجحنا معاها وكان قرار منها إنها تحجز وإنها تيجي. وقدرنا برضو نعمل برامج مخصوصة. اتلفت نظرنا بقى ان الحتة دي الستات كتير قوي مش واخدة بالها منها، ان في فترة التسعة شهور وكل المشاكل اللي كل تقريبا الستات بتعاني منها كلنا بدون استثناء بنعاني منها بعد الولادة، بيبقى اساسها التسع شهور اللي احنا بنعيشهم والله بنعاني بيهم بقية حياتنا. بالظبط التسع شهور دي. واللي بينتج عنها كل المشاكل اللي هي اصلا المفروض ان انا ابدا اراعيها من اول شهر من الحمل. خلينا نمسك حاجه حاجه كده، اوكي، ونشوف الست تقدر تعمل ايه في البيت وانتوا كسبا تقدروا تساعدوها ازاي. طبعا من اقوى المشاكل الستريتش ماركس. الست زي ما انت بتقولي انا حامل، يعني اعمل ايه؟ هم 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 الستريتش ماركس. طيب يعني هو مفيش، هو الوقايه نبطل اكل يعني؟ طب نعمل ايه؟ نوازنها ازاي؟ ولو ظهرت في اولها نعمل ايه برضو؟ هو طبعا لازم من البدايه ان الحامل تاخد بالها ان الاستريتش مارك لازم يتم الاهتمام بيه من البدايه، وده بيجي عن طريق ترطيب الجسم بصفه مستمره اللي هي منطقه البطن، لانه هو مش بس ممكن بكريمات يظهر مخصوصه. طبعا دلوقتي طبعا منتشر جدا الكريمات دي، موجوده بكل بانواع كتيره جدا، ودي المفروض منطقه البطن دي يتم ترطيبها يعني بطريقه مستمره من اول يوم. وقاية يعني هو في البداية بيبقى وقاية، وطبعا مش بتظهر بس في منطقة البطن، يعني هي بتظهر في الأرداف، في 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 الذراعين، في منطقة الفخذين، في البطن بتبقى أكتر، وطبعا دي بتيجي من الزيادة والنقصان اللي بيحصل في الوزن. وبتبدا تظهر قوي في البطن برضو من تمدد الجلد اللي بيحصل، بالذات ابتداء من بعد الشهر السادس كمان. فالمفروض ان من البدايه خالص انها بتبدا تعمل حاجه زي حمايه منها،
وهي عن طريق الترطيب المستمر. واكيد ما تزيدش قوي في الوزن عشان وطبعا تحافظ على قد ما تقدر وتشرب ميه كتير ويكون الغذاء، وطبعا ده يبقى تبع طبعا اشراف طبيب. احنا دورنا بيبدا معاها من بعد ال 12 اسبوع الاولاني، يعني ابتداء من الشهر الرابع. وطبعا لازم يكون متابعه مع الطبيب ان حالتها الصحيه بتسمح بده، يعني ما يكونش عندها اي مشاكل في فتره الحمل، انها ممنوعه من الحركه او عندها مشاكل من اي نوع، ان حمل طبيعي يعني. فاحنا دورنا بيبدا من بدايه الشهر الرابع، بنبدا احنا نعمل لها حاجات تساعدها على الحمايه، ان الاسترتش مارك ده ما يزيدش، وترطيب الجسم بصفه مستمره، وبنبدا نقدم لها توعيه وبرامج مخصوصه ليها، وبنبدا نقول لها ازاي هي كمان من البيت تعمل ايه عشان تحمي نفسها من المشاكل دي. طيب تاني مشكله برضو السليريت. بريف كده الناس برضو عشان ممكن الناس ما تبقاش عارفه عن ايه سليريت، وبرضو الأسباب والوقاية وإيه اللي أنتوا بتقدموه. خلينا برضو نتكلم أن المشكلة الأساسية كلها زيادة الوزن اللي بتحصل في الحمل، القعدة وعدم الحركة. لازم برضو حتة الرياضة والحركة البسيطة اللي احنا بنقدر نعملها. لازم نحافظ على وزننا على قد ما نقدر. احنا عن طريقنا بنقدر أن احنا نعمل برامج للحامل، أن احنا ندخل جلسات مساج عشان نحافظ على شكل وقوام الجسم، نحافظ ان السلوليت ده ما يزيدش، ستريتش مارك ما يزيدش، حالات الاجهاد اللي بتظهر كمان عند الحامل برضو نحاول ان احنا نحميها منها، توتر الاجهاد، زياده الوزن وشرب الميه كتير. طب المساج ده بيساعد ان السلوليت يتوزع، يعني ما يكونش في منطقه، يعني بيساعد ازاي المساج؟ السلوليت بس في نقطه عايزه اقول عليها، هي السلوليت الحامل مش بتحس بيه قوي اثناء الحمل، هو اكتر حاجه هي بتشوفها قوي هي الاسترتش مارك، لكن هي بتشوفه بعد الولاده لان هو من زياده الوزن. عايزين نعمل وقايه انه ما يظهرش اكتر. بالظبط. المساج بيساعد ازاي السلوليت ما يظهرش؟ المساج بيساعد ان السلوليت ما بيظهرش، لانه بيعمل زي تنشيط الدوره الدمويه. أوكي. لان السلوليت هو عباره عن تكتل في الدهون في مناطق معينه، فالتحريك التحريك نفسه والتدليك اللي بيحصل بيعمل على اذابه الدهون دي، ف بيساعد على الـ يعني توزيعه. يعني يا ستات مدام نبال قصدها ان انتوا مش هتشوفوه، فروحوا اعملوا وقايه عشان انتوا هتشوفوه فيما بعد. وحاجه ثانيه انا عايزه اقول ان السبا بالنسبه للحامل هو برنامج متكامل مع بعضه، يعني احنا بندي حاجات كلها متصله ببعضها. ازاي ان احنا نساعد على انك تهتمي بجسمك وبشرتك وشعرك وايديكي ورجليكي، ازاي ان بعد الولاده ما يحصلش عندك المشاكل اللي بتشوفيها وتفضلي تعالجي فيها لسنين، يعني وبتفضل المشاكل دي بشكل مضايقاكي انت شخصيا. احنا ازاي نقدر نساعدك من الفتره بتاعت التسع شهور دي، وازاي ان الحدث ده يكون شيء ظريف بالنسبة لك ويبقى سايب عندك ذكرى حلوة، انك انت منتظرة حدث حلو وهو انتظارك للطفل الجميل اللي انت لا هي منتظرة. بعد ما بتولد وبعد كده تلاقي جسمها وحالتها بتكتئب على نفسها، سيلوليت وشحابة في الوجه وترهلات وستريتش ماركس. طب مدام نبال حاجة تانية بالنسبة للبشرة برضو، البشرة بيكون فيها زي شحوب، بتغمق، لونها ما بيبقاش حلو، فده برضو هل ده بسبب الحمل ولا هل بسبب ان الست اهملت الفترة دي؟ وبرضو تقدروا تساعدوها ازاي؟ بسبب الاهمال والحمل الاثنين مع بعض. وفي الفترة دي كمان بيحصل جفاف قوي جدا للبشرة، هو الطفل بياخد الغذاء كله منين؟ ما هو من الام. فالمفروض انها بتعوض ده ازاي؟ حتى احنا ليه بنقول ان المساج من الحاجات المهمه جدا بالنسبه للام؟ بيحصل حاله انتفاخ، بيبقى مش ساعات بتشوفي الحوامل بيبقى عندهم انتفاخ شديد جدا. المساج من الحاجات اللي بيخرج الميه من الجسم وبيقلل الانتفاخات دي، فحتى
الوجه نفسه بيبقى محتاج من فترة للتانية انه يتعمل له زي تدليك خفيف طبعا مع ناس متخصصين فاهمين هما بيعملوا ازاي وبيتعاملوا مع الحالة اللي قدامهم ازاي عشان الانتفاخات دي تقل. وهي حتى لما بتشوف نفسها بشكل حلو هي نفسيا بتبقى أفضل طبعًا. أفضل كتير. طب مدام نبال بالنسبة للبشرة هل ممكن متهيألي مسموح لأي واحدة حامل تعمل سواء من نتواياج ماسكات وات ايفر محتاجاه بشرتها في الفترة دي؟ مفيش أي خطورة ولا أي حاجة؟ مفيش أي مشكلة خالص بس المهم أهم شيء إن المواد اللي بتستخدم تكون كلها حاجات أورجانيك ما تكونش فيها أي حاجات تضرها صحيا لأن طبعا إحنا بنخاف جدا على الحامل بنحب دايما كل حاجة تكون طبيعية علشان الجنين فكلها بتبقى حاجات طبيعية لكن طبعا هي تقدر تعمل كل الحاجات دي طبيعي كل جداً. روتين اللي كان بتعمله جداً. قبل طبيعي ويمكن حتى لو ما كانش بيعمل حاجه يبدا يعمل حاجه هو حابب بالظبط. طيب حاجه مشكله برضو تانيه مدام نبال ايدينا ورجلينا وقت الحمل بيحصل فيها زي بافنس كده انتفاخات فهل يعني بتساعدوا الست الحامل في حاجه زي كده ازاي؟ احنا قلنا ان الاساس حته المساج موضوع المساج ده بالنسبه للحامل من الحاجات المهمه يعني البرنامج بتاع سيبال بيبقى عباره عن السكراب والسكراب دوت علشان يعالج موضوع الاسترتش مارك لان موضوع السكراب دوت في البدايه بيعمل تقشير للجلد الميت وبالتالي بيحاول يقلل من الخطوط اللي بتظهر لانها الاول بتبقى خطوط الحمراء وبعد كده بعد كده بتبقى الخطوط اللي هي البيضة وهي طول ما هي الخطوط الحمراء في البداية بيبقى الحل بتاعها أسهل فالسكراب احنا بنعمله علشان نشيل الجلد دوت ويوحد اللون ويدي ترطيب للجسم ونعومة يعوضها عن الجفاف اللي بيبقى موجود ويقلل كمان بيساعد ان ستريتش مارك ان هو برضو يقل. بعد كده موضوع المساج بيعمل على تقليل التوتر اللي بيبقى موجود عند الام بيعمل حاله الاتزان بيشيل الميه الزياده اللي موجوده في الجسم بيقلل الانتفاخات اللي بتبقى موجوده في الايدين والرجلين لان طبعا لازم ناس متخصصين لان الحامل لازم تكون باوضاع معينه والسرير نفسه لازم يكون مهيئ لكده الزيوت اللي بتستخدم والميوزك الريلاكسيشن الحاله اللي هي بتبقى فيها فبتخليها عايشه في اجواء ثانيه خالص فبتقلل نسبة التوتر اللي بتبقى موجودة عندها بتحسن من الحالة النفسية اللي بتبقى موجودة يعني الإيدين والقدم برضو بطريقة مساج معينة طبعًا. بتقلل لأن دي بقى بعد ساعات الست الحامل ممكن الحذاء بتاعها مش بيبقى داخل فيها وبتبقى موجوعة المساج من الحاجات المهمة جدا الضرورية جدا بالنسبة للست الحامل اللي لازم إنها تواظب عليها حتى كمان بالنسبة للدماغ للدماغ وللرقبة وللكتاف كتير جدا بيعانوا من الصداع ويعانوا من الألام تقوم من النوم دايما عندها ألام في رقبتها وفي ظهرها مهم جدا المساج بالنسبة لها بالذات كمان بيستخدم زيوت وحاجات مخصصة عشان تدي شيء من الانتعاش والراحة. طيب حاجة أخيرة برضو مدام نبال الشعر بص في ناس شعرها بيحلو قوي بصراحة وفي ناس شعرها فعلا وقت الحمل بيستاء جدا بس في كلا الحالات حتى اللي شعرها بيبقى حلو بعد الولادة بيحصل مشاكل فيه فايه البروجرام اللي نعمله وقت الحمل سواء شعرنا حلو قوي ما يضحكش علينا يعني او ابتدى يبوظ وقت الحمل ايه اللي بتقدموه؟ احنا في السبا بنعمل برامج بالنسبه برضو للحوامل مخصوصه كلها حاجات طبيعيه احنا بنحاول نمدها بكلها ماسكات طبيعيه من النخاع الصبار حليب جوز الهند نعمل حمامات كريم حمامات زيوت كلها حاجات طبيعيه ما تضرش خالص على اساس طبعا انها حامل والمفروض انها على الاقل تزورنا مره كل اسبوعين تقريبا علشان ندي التغذيه نتيجه الجفاف اللي بيبقى موجود وتساقط الشعر اللي بيحصل طبعا في الفتره دي فاحنا بنحاول ان احنا نغذي الشعر علشان بعد الولاده ما تحسش ان شعرها بقى خفيف وان الدنيا سيئه بالنسبه لها ودي حاجه بتاثر
بالاسلوب يعني بطريقه سلبيه جدا على الام. يعني لما الواحد بيلاقي شعره مش كويس، يلاقي شعرها بيقع بطريقه مش طبيعيه، هي بتبقى متضايقه. ما الفكره مدام نبال، هم التسع اشهر دي مشاكل كتيره بتحصل وبتبقى متضايقه وبرده قاعده ساكته، ما بتعملش حاجه. مدام قومي، طب اعملي. هو ده السبب اني كنت بحكي لحضرتك القصه من البدايه، ان احنا لاحظنا ان اهم شيء هو الوعي اللي المفروض يكون موجود في التسع شهور الاساسيين، مش ان احنا بس نقول اعملي واحد اثنين ثلاثه، لان لازم الام الحامل تبقى عارفه ان اهم شيء عشان تحمي نفسها من المشاكل اللي كل الستات اللي قبل كده وقعوا فيها، واللي احنا كلنا دلوقتي بنعاني منها، كتير مننا بيعاني منها لغايه دلوقتي بسبب الاهمال وعدم الوعي اللي كان موجود عندنا في التسع شهور. مدام نبال، احنا بس هنروح لفاصل وهنرجع لك تاني. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع مدام نبال جبر، رئيس مجلس إدارة سيبال سبا، وموضوع النهاردة عن السيدة الحامل والاهتمام بنفسها. مدام نبال، لازم أسألك سؤال مهم قوي، لأن برضو لازم أكيد أي ست حامل تعرفه، إيه الممنوعات اللي بتكون خطر في سبا إن أنت بذات نفسك تقولها لأ أنا ما أقدرش أخذ الريسك ده؟ طبعا في حاجات مش بنرضى نعملها لها تماما. يعني مثلا انها تدخل بخار، تدخل ساونا، ممكن يبقى جاكوزي مثلا، انها تعمل شعرها صبغه، تعمل كرياتين، اي حاجه من الحاجات دي احنا بنقول لها لازم تاخد يعني تصريح من الطبيب بتاعها، ولازم اقرار منها هي شخصيا. يعني انا مش بوافق، بس ممكن فعلا عارفه في البخار غصب عنها الواحد نفسه بيبقى لوحده كده. خطر جدا. مش بنرضى نعمل اي حاجه من الحاجات دي، مع ان في ناس ساعات بيصمموا، يعني بتصمم مثلا انها تغير لون شعرها. مفيش داعي خلاص، هم تسع اشهر. يعني انا بقول ان انا منتظره حاجه جميله فانا ليه اعرض نفسي لاي حاجه مهما كان الوضع؟ يعني بعد ما تولد تقدر تعمل اللي هي عايزاه. ففي حاجات انا عن نفسي برفضها تماما في مكاني، ومش بحب انها الست الحامل انها تقوم بيها. طب سؤال اخير مدام نبال، الست الحامل يعني يمكن حركتها برضو في ايام بتبقى تعبانه ومش قادره، بس على الاقل الزياره للسبا في التسع اشهر دول عشان تاخد الرعايه الكافيه بتكون كم مره؟ مع مراعاه انها حامي، فاهمه قصدي ايه؟ على الاقل بتبقى مره في الشهر. مره في الشهر. يعني واحنا عندنا الناس كده، دي عندنا حالات بجد بيجونا كده، وبشوف هي بتطلع ازاي، وبشوف هي بتنزل ازاي. يعني لما تخيلي واحده بتطلع ماسكين ايديها وهي مثلا طالعه عشان تطلع تعمل البرنامج بتاعها، او تعمل المساج، او تبع بقى الجلسه السيشن اللي هي تعملها، واشوفها وهي نازله وشها مبتسم، يعني الحياة مختلفة، التعب اللي كان عندها مش موجود، ماشية بأسلوب مختلف. طب إيه المشكلة إن إحنا نعيش الحالة دي؟ ليه التسع شهور يبقوا إحنا حاسين إن هو إجهاد ومش مستمتعين بيهم وحاسين إن إحنا مش لا عارفة؟ مدام نبال دايما يقول بعدين، لما اولد هبقى اهتم بشعري، لما اولد هبقى ما اعرفش اعمل ايه. انا عايزه اقول ان احنا لازم نغير الفكر ده. صح. وهو ده، وده السبب ان يعني عملنا البرنامج بتاع الحوامل في سيبال، وان احنا حابين يبقى لينا دور في ده، ان يبقى في ثقافه الاهتمام حتى وانا حامل، ان انا شكلي، انا ست لازم شكلي يبقى حلو في كل حاجة، حتى لما يبقى عندي 90 سنة لازم شكلي يبقى حلو، لأني أنا في الأول والآخر أنا ست.
فليه 9 شهور ما يبقوش ذكرى حلوة موجودة عندي إن أنا كنت حامل في الطفل دوت وكانوا من أجمل ما يكون باختيار كل حاجة، بإني أنا لا فقط إن شعري وقع ولا إني إيديا شكلها بقى وحش ولا إني جسمي باظ وأنا بعد الولادة مش عارفة أعمل إيه. شوفي حضرتك قبل الحمل بيبقى الجسم عامل إزاي وبعد الولادة بيبقى عامل إزاي، وإنقاذ الوزن مش شيء سهل أبدا، ومش كل حد عنده، مش كل سيدة عندها الإرادة ولا العزيمة إنها تقدر إنها تنزل يعني الكيلوات دي كلها. فإزاي 9 شهور يعدوا بسلام وأمان وأنا أستمتع بيهم كسيدة؟ هو ده أعتقد يعني اللي عايزين نوصله لكل سيدة. يعني نبال بجد بشكرك جدا، نورتيني، وأكيد الرسالة هتوصل مرة بعد مرة بعد مرة. الرسالة أنا نفسي رسالتنا توصل لكل مصر، وده دايما بيبقى قلقي قبل ما بنظهر في أي برنامج، إن احنا عايزين ننشر ثقافة معينة وصوتنا يوصل لكل سيدة مصرية إن السبا مش حاجة رفاهية، مش حاجة رفاهية. أكيد بشكرك جدا. شكرا. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني مع فقرة المطبخ.